السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما لحقاش اضرار وما لحقاش الحريق. متابعي قناة 24 جزائرية وإياكم في هذا البت المباشر من مدينة الدار البيضاء. كما تبعتوا معنا الحريق يعني تغير المسار ديالو، يعني مشى لمكان آخر، مشى لمحلات أخرين. هذا هو اللي ما بغيناش أنه يمشي لهذا. متابعي قناة فاكوماكو، نقل مباشر حريق فوق القريعة بمدينة الدار البيضاء اللي يشتعل الآن في مكان مخصص لبيع الخشب. وهنا نلاحظ أصحاب الأفرشة والبونج يقومون بنقل ما تبقى من البضائع خوفا عليهم من الحريق. فاكوماكو قناتكم حصرية. السوداء الأخضر واليابس كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا بعد كنشكر الجميع على الواقفين والفاتحين، اللي جا الواحد والناس هنا كتعاون
واش نقول لك؟ الله يلطف بيتي شي تاولي فكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا بعد هذه فالحريق الله الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.